الثامنة بتوقيت القاهرة، أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مدن الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي مع حملة تدمير واسعة. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية غربي مدينة رفح، وقصف يطال مختلف المناطق في قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة مسيرة وزورقا مسيرا للحوثيين خلال الساعات الماضية. البداية مع تطورات الأوضاع في الضفة الغربية. فجأة ما سمعنا الحروق طلع، شفنا أشلاء، فإجا الثاني بده يسع فضربوا. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدا القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعض البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه. صعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية في إطار عمليته العسكرية الموسعة المتواصلة لليوم الخامس على التوالي. هذا فيما أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الهجوم على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. ودعا المكتب لإنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور، مشددا على أن الهجوم المستمر على المخيم وأجزاء مجاورة من مدينة جنين أدى إلى عمليات استهداف غير قانونية وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين وتدمير هائل للمخيم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 22 فلسطينياً منذ بدء العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية فجر الأربعاء الماضي. وأوضحت أن حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت 677 شهيداً. هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية أن عناصرها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية المحتلة. أكدت إدارة مستشفى جنين الحكومي استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب تدمير خط الكهرباء المزود للمستشفى، وتقرر دمج عدة أقسام مع بعضها وإيقاف التكييف وتشغيل محطات الأكسجين جزئياً. وأوضحت أنه كذلك تم إيقاف العمل في قسم غسيل الكلى والتنسيق مع المرضى لنقلهم إلى المراكز الطبية في نابلس لحين انتهاء الأزمة الحالية. هذا وأعلنت طواقم جمعية الهلال الأحمر أنها نقلت عدداً من مرضى مستشفى جنين لمستشفى الرازي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. حذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين وخروج بعض الأقسام عن الخدمة والمخاطر التي تهدد حياة المرضى، مرضى غسيل الكلى تحديداً. كما حذرت الحكومة من مخططات استهداف حكومة اليمين الإسرائيلية للمخيمات ودعوات بعض قادتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مطالبة دول العالم بتحركات جدية لمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال، مؤكدة متابعتها مع مختلف جهات الاختصاص لمسألة أو لمساءلة إسرائيل دولياً عن جرائمها المستمرة. حذرت الخارجية الفلسطينية من نتائج وتداعيات عدوان الاحتلال المتواصل وحرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة ومخيماتها. كما حذرت الخارجية من محاولات الضم التدريجي للضفة الغربية بما يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة والمنطقة برمتها.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول فرض تغييرات على الواقع بالقوة لخدمة مصالحها الاستيطانية، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية. أعلن جيش الاحتلال رسمياً مقتل أحد جنوده في جنين. كان إعلام فلسطيني أفاد بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة نحو 15 آخرين خلال المواجهات في جنين، بينهم إصابات خطيرة. هذا وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها نصبت أكمنة محكمة لقوة مشاة بجيش الاحتلال في جنين. وأضافت الفصائل أن الكمين كان في حي الدمج حيث جرى الإيقاع بأفراد قوة الاحتلال بين قتيل وجريح. شارك العشرات من الشبان الفلسطينيين الليلة في مسيرة جابت شوارع وسط مدينة رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية، خاصة جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ 4 أيام. كما ندد المشاركون بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ووقوع إصابات في عملية إطلاق نار شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وأشارت الأنباء إلى وجود حالة من الاستنفار في المنطقة بعد انسحاب منفذي عملية الإطلاق شمالي غربي الخليل. وذكرت وسائل إعلامية أن عملية إطلاق النار جرت قرب حاجز ترقوميا غربي الخليل. والمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. أهلا بك ولاء. إذن كيف تبدو الأوضاع في محيط محافظة الخليل والتي شهدت عملية فدائية بالإضافة إلى أنها تشهد اقتحامات إسرائيلية؟ نعم، أهلا بكم. نحن نتحدث عن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية. على ما يبدو أن هذه المركبة الإسرائيلية ليس مركبة عادية أو لمواطنين عاديين، وإنما هي لشرطة إسرائيلية بالقرب من ترقوميا. نحن نتحدث عن 3 إصابات في البداية، وبعد ذلك نجمة داود تحدثت عن مقتل 2 في عملية إطلاق النار. انسحاب المنفذ من هذه العملية، قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وأيضا جنود الاحتلال بحثاً عن منفذ هذه العملية. رئيس بلدية عطشيان يقول أنه يجب علينا بأن نقوم بعملية واسعة في مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها، ويعني حسب زعمه يقول لتطهيرها. أيضا نتحدث عن أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الآن تقتحم بلدة إذنة شمال غرب الخليل بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذ، ولربما تتطور الأوضاع في مدينة الخليل. نحن نتحدث أن هذه العملية هي الثالثة قبل يومين من الآن. نتحدث عن عملية في محطة وقود تم تهجير مركبة فلسطينية في محطة الوقود، وأيضا نتحدث عن عملية تسلل حسب ما زعم بها قوات الاحتلال. كان هناك تسلل لأحد المواطنين لهذه المستوطنة، ونتحدث عن إصابتين في عملية جهاز وأيضا إطلاق نار قرب أو بالقرب من مستوطنة كرمستور. إذا هذه العملية الثالثة خلال يعني الأسبوع الماضي. كان هناك نحن نتحدث عن عمليتين، هذه العملية الثالثة. لربما جيش الاحتلال يتوقع أو حتى اليمين المتطرف وبقيادة نتنياهو يتوقعون أن مدينة الخليل هي الأكثر هدوء نسبيا مقارنة عفوا بشمال الضفة الغربية، حيث لم تشهد من بعد 7 أكتوبر عمليات كبيرة جدا مثل التي حصلت خلال هذين اليومين. نحن نتحدث عن إصابات جنود الاحتلال، مقتل أحد القائدين بالألبية في غوتشاكسيون. الآن نتحدث عن مقتل 2
من المصابين. يعني الأرواح هي بالنسبة لجيش الاحتلال وأيضا باليمين المتطرف هي كبيرة جدا، حتى ولو كانت هناك ثلاثة إسرائيليين الذين نتحدث عنهم هي ليس بالقيمة الكبيرة أو حتى الأعداد الكبيرة، وإنما الروح لديهم هي غالية جدا. عندما نتحدث عن مقتل ثلاثة إسرائيليين هذا يعني أن هناك تطور خطير في مدينة الخليل وحتى في الجنوب، نتحدث عن غرب مدينة الخليل، وكان هناك بغوش عصيان كالنكتور وغيرها من المناطق التي كانت هناك لربما بعض العمليات، ولكن ليست بالعمليات النوعية التي نتحدث عنها كما هو الحال الآن بمقتل ثلاثة إسرائيليين. طبعا بكل حدث منفصل أو في كل عملية منفصلة، نتحدث عن أحد الجنود في أحد الألوية في العمليتين التي سبقتا هذه العملية، والآن نتحدث عن اثنين من الإسرائيليين الذين قتلوا في هذه العملية. جيش الاحتلال يتحدث الآن عن عثوره للمركبة التي استخدمها المنافذين في الهجوم وهي فارغة بعد تمكن المنافذين من الانسحاب. إذن الآن الإسرائيلي يتحدث عن عثوره على المركبة التي استخدمها المنافذين في الهجوم وهي فارغة تماما، هذا يعني أن المنافذين انسحبوا إلى أحد القرى والبلدات الفلسطينية في مدينة الخليل، ولا يعلم جيش الاحتلال لغاية الآن من نفذ هذه العملية وأيضا كيف انسحبان من هذا المكان. إذن الآن تشديدات لجيش الاحتلال في موقع العملية والسنفار، وأيضا نتحدث عن أن قوات الاحتلال كبيرة جدا تقتحم بلدة إذن شمال غرب الخليل، ولربما هذه البلدة هي الأقرب من مكان العملية، ولذلك يخمن جيش الاحتلال أنه من المتوقع أن ينسحب المنفذين أو المنفذ إلى هذه المنطقة. نعم، يعني دعينا نتحدث ولا أو نحاول أن نفهم الطبيعة الجغرافية ربما للمنطقة، وهل من الممكن أن يكون اختفاء أو يعني هل هناك مساحة لاختفاء منفذي العملية لفترة من الوقت؟ يعني عادة هل تترك الدوريات الإسرائيلية البحث عنهم بعد وقت معين، أم أن هذا الأمر من الممكن أن يفتح مساحة للمزيد من التصعيد في البحث عن هؤلاء الأشخاص؟ يعني عندما نتحدث عن مدينة الخليل وقرى هي كبيرة جدا مقارنة بالقرى الفلسطينية وأيضا المدن الفلسطينية، نتحدث عن مدينة الخليل هي لها يعني مكانة خاصة في الجيش الإسرائيلي أو حتى لدى الإسرائيليين. نحن نتحدث عن أن مدينة الخليل قسمت إلى مناطق ألف وباء وسبي، وهي مناطق قريبة جدا من المواطنين الفلسطينيين والبلدة القديمة. نحن نتحدث عن وجود منطقة في لا يتيح للفلسطينيين بالدخول إلى هذه المنطقة، القرى والبلدات بطبيعة الحال البعض منهم يعني يعمل في المدينة والبعض الآخر يعمل في الداخل المحتل. مناطق مدينة الخليل هناك شارع التفاحين يسمى بشارع 90، وكان قد أغلقت قوات الاحتلال يوم أمس وأغلقت الحرم الإبراهيمي في وقت ما نفذت عمليات محطة الوقود وعملية كرم الدكتور، والآن نتحدث عن استنفار بجيش الاحتلال بالقرب من قرية إذنا وهي قريبة على ما يبدو من معبر تركوميا. معبر تركوميا هو لبعض الفلسطينيين حيث كان قبل أكثر من أكتوبر يستطيعون الدخول منه إلى أراضي 48، وأيضا بلدة إذنا هي بالشمال الغربي لمدينة الخليل وهي قريبة جدا من موقع العملية. نعم، هذا فيما يتعلق بالطبيعة الجغرافية، ولكن دعينا نتحدث الآن عن عادة عندما تجري عمليات كهذه ويتم البحث عن منفذي العملية،
كم يستغرق الأمر من وقت، يعني لا أتحدث عن ساعات، ولكن هل يترك الأمر بعد وقت معين أم أنه هذا الحدث من الممكن أن يؤدي إلى إغلاق المزيد من المناطق وربما رفع درجة التصعيد في محاولة لإيجاد منفذي العملية؟ ولا يعني في البداية تقوم قوات الاحتلال إذا ما كان هناك محلات تجارية تقوم باقتحام المحلات التجارية، أخذ الكاميرات المراقبة وتسجيلاتها لأن يكون هناك فعليا دليل واضح أين ذهب من هذه العملية، ولكن في بعض الأحيان تعتمد على المعلومات الاستخباراتية وأيضا الاحتياطيات، وخاصة نحن نتحدث عن شمال غرب الخليل. داهمت في البداية طلبت إذن، ربما الآن تبحث عن نفسي العملية، ربما فعليا يمكن القول أنها تستطيع في هذه إذا كان انتحدام نفسي العملية إلى بلدة إذن، نستطيع القول أنه هي بضع ساعات وتقول أنها يعني إما إغفالتهم أو حتى اعتقال نفسي، ولكن إذا لم ينتحب إلى منطقة الخليقة حتى أصل إلى بلدة إذن نستطيع القول ربما تحتاج إلى ساعات وساعات لمعرفة أين ذهب منفذا العملية. الدليل القاطع لجيش الاحتلال بالمركبة التي كان يستخدمها منفذي العملية، نحن لا نستطيع الجزم في أنه هل هو منفذ واحد أو أكثر من منفذي، لذلك يعني نقول منفذي العملية وليس منفذ واحد، لأن لغاية الآن قوات الاحتلال لم تستطيع تحديد هل المنفذ شخص أو أكثر. فنستطيع القول بأنه إذا ما تم العثور على هذه المركبة، وبالفعل تم العثور على هذه المركبة، ولكن لم يكن أحد في داخل هذه المركبة، إذا انتحب المنفذ أو منفذ العملية إلى مناطق لربما هي قريبة من موقع العملية، ولا تجري عمليات الاقتحام والتفتيش والتنشيط في تلك المناطق. نعم، يعني لا أدري إن كانت لديك معلومة حتى اللحظة أم لا، ولكن يعني هناك أنباء تتحدث عن إعلان وفاة المصاب الثالث في هذه العملية، هل لديك أي تأكيد أو لديك أي معلومة حول هذا الأمر ولا؟ يعني لغاية الآن التحديثات من قبل يعني المواقع الإسرائيلية تقول أنه فقط اثنين، الآن نتحدث لربما الثالث نُصل عبر طائرة مروحية من مكان العملية، وذلك حصل على حياته وإنقاذه في الوقت السريع ودخوله إلى مستشفيات الداخل المحتل. قناة كان الإسرائيلية تقول أنها فرضت ضغط أمني على بلدة إذنة غربي الخليل، لذلك نستطيع القول بأن فعليا جيش الاحتلال من إحداثياته يقول بفرض الطوق الأمني، لربما المنفذين انسحبوا إلى بلدة إذنة غرب الخليل بعد عملية إطلاق النار، وأيضا كان هناك طائرات استطلاع في سماء بلدة رقومية والمناطق المحيطة فيها شمال غرب الخليل في إطار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار. نعم، يعني ولا هذا في سياق هذه العملية، ولكن أيضا قبل هذه العملية كانت الخليل تتعرض لأيضا عملية عسكرية، ونعلم بأن هناك حساسية تتعلق بهذه المدينة كما منطقة أو مدينة جنين عمليا أو محافظة جنين. كل هذه التضييقات العسكرية الإسرائيلية لم تمنع من حدوث عملية، هل هذا من الممكن أن يكون مؤشر ل يعني سعي إسرائيلي للتصعيد ضد الفلسطينيين في هذه المناطق وغيرها منعا لحدوث عمليات مشابهة؟ وعادة ما الإجراءات الأمنية التي تتخذ ضد الفلسطينيين أثناء تنقلاتهم في أوضاع أمنية كهذه حتى بين المحافظات؟ يعني هنا تحدثنا قبل السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر، هكذا حياة الفلسطينيين بدأ، نقول قبل السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر. نعم. بعد السابع من أكتوبر ظهرت تضييقات على كل المدن الفلسطينية، ليس على مدينة وحدها وإنما مدينة الخليل، كانت هناك أريحية لجيش الاحتلال وأيضا للقيادة الإسرائيلية لأنها كانت في المنطقة الأكثر خلوءا مقارنة مع شمال أفريقيا الغربية.
لذلك نستطيع القول بأنه لم تكن هناك عمليات بالعمليات الكبيرة جدا في هذه المنطقة، ولم تكن هناك بالفعل أن تدخل مدينة الخليفة بسبب الإسرائيلية كما هو شمال الضفة الغربية. لذلك العمليات الموسعة والكبيرة جدا والاقتحامات التي كانت كبيرة جدا هي في منطقة شمال الضفة الغربية، كانت بالاقتحامات السابقة تقوم فقط في اقتحام هذه المدن والقرى، ولكن في طبيعة الحال تكون فقط في ادخال الفلسطينيين، ولكن لم تكن تحدث فيها عمليات كالتي نشهدها خلال اليومين الحاليين. فمدينة الخليل هي لها وقع خاص في حياة الإسرائيليين، خاصة نحن نتحدث عن المدينة في البلدة القديمة، وإذا نتحدث عن الحرم الإبراهيمي ونتحدث عن مجمل المستوطنات القريبة جدا من هذه المدينة. أيضا الآن الموقع الإسرائيلي كود يتحدث عن المصاب الثالث، هو قتل أيضا كما تحدثت منى، لربما هذه الإحداثية يعني تقول أن المواقع الإسرائيلية أن ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار قرب الخليل إلى 3 قتلى. نعم. إذن العملية لربما هي صعبة جدا على الإسرائيليين بتحملها، خاصة في طبيعة مدينة الخليل والأماكن التي تكون فيها هذه المناطق، وهي قريبة جدا من المستوطنات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن العملية الموسعة في مدينة في مدينة طول كرم، كانت فقط لأن منفذ العملية في قلب تل أبيب هو من مدينة نابلس، وأيضا كان هناك الكثير من عمليات إطلاق النار. أيضا أتحدث عن العمليات التي حصلت في طول كرم في بيت حفر، كان هناك رئيس المجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية يقول أنه سوف ننتظر عندما يأتي 7 أكتوبر جديد، وبعد ذلك يتحرك الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة جدا. الآن رئيس المستوطنات روشات سيون وهي في جنوب الضفة الغربية يتحدث بأنه يجب العمل بعملية عسكرية موسعة في مدينة الخليل، يعني يقارنون ذلك بقطاع غزة وأيضا بمناطق شمال الضفة الغربية وخاصة في المخيمات. ولكن يعني عندما نتحدث عن الأهداف الإسرائيلية في منطقة الشمال كانت لربما هي محددة جدا بثلاثة مخيمات، ولكن الآن مدينة الخليل عفوا هي كبيرة جدا بالمدينة وأيضا بالقرى، كيف تستطيع عمل هذه العملية ومن هي الأهداف المحددة؟ هل فعليا بلدنا؟ هل فعليا الظهرية حسول وتعير ونتحدث عن يعني يسطى وغيرها ودورة وغيرها من المناطق والقرى؟ هي كبيرة جدا مقارنة مع بعض مدن وقرى شمال الضفة أو حتى وسط. إذا أود أن أشكرك جزيلا ولاء السلامين مراسلتنا من رام الله، كنت معنا على الهاتف، وبالتأكيد أكدت لنا مراسلتنا في رام الله مقتل المصاب الثالث في عملية الخليل وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ننتقل الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة إنسانية. بطل في أمل، إيه اسمه؟ أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال جنوبي مدينة غزة بغارات مكثفة وقصف عنيف، وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة،
كما شنت غارة جوية عنيفة على شمال قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال حي السلام شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أنه تم العثور على جثث 6 من المحتجزين داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح الفلسطينية، وتمت إعادتهم. وأوضح أن الجثث التي عثر عليها كانت لأشخاص قد احتجزوا في 7 أكتوبر الماضي. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحقق الآن في التفاصيل التي تم التوصل إليها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجثث التي عثر عليها في قطاع غزة كانت لمحتجزين لدى حماس، بما في ذلك جثث الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبرغ بولين. وأوضح بايدن في بيان له أنه في وقت سابق أمس عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح الفلسطينية على جثث 6 من المحتجزين الذين كانوا بحوزة حماس. أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزام بلادها بتحرير الأمريكيين المحتجزين لدى حماس في غزة. كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية عثرت على 6 جثث لمحتجزين لدى حماس في نفق أسفل مدينة رفح الفلسطينية، بينهم مواطن أمريكي. أوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج عمال الإغاثة في قطاع غزة. وأكد المرصد في تقرير له إن هجمات الاحتلال أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 موظف إغاثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مركبة باستهدافه عمال الإغاثة الإنسانية وعناصر تأمين توزيع الإمدادات الغذائية والصحية في القطاع. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من قطاع غزة، من خان يونس تحديدا، يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف، كيف يبدو هذا الصباح؟ نعم منى، هذا الصباح يشبه إلى حد بعيد معظم صباحات قطاع غزة منذ 11 شهر، وهي صباحات تقوم على مزيد من القصف الإسرائيلي الذي تركز هذا اليوم في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح والمناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس. منذ ساعات الفجر الأولى دوت عدة انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي عنيف طال منطقة الحشاشين وكذلك منطقة الشاكوش في أقصى الشمال الغربي من مدينة رفح، كما نفذ جنود الاحتلال عدة تفجيرات تحت السيطرة طالت عددا من المربعات السكنية في المناطق الشمالية من مدينة رفح. أما في المناطق الجنوبية الشرقية وتحديدا بلدة الفخاري، فقد شهدت هذه المناطق أيضا قصفا مدفعيا وغارة جوية استهدفت منزلا مخلى دون أن يوقع ذلك القصف شهداء أو مصابين في منطقة الفخاري في أقصى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس، إضافة إلى منطقة العطاطرة هي الأخرى تعرضت إلى القصف المدفعي صباح اليوم. لكن الجديد أيضا هو عودة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لقصف المناطق التي انسحب منها في غضون الساعات 48 الأخيرة، وتحديدا منطقة السطر الغربي في محيط المنطقة التي كانت تقوم بها آليات الاحتلال بعمليات حفر على مدار الأيام الأخيرة وانسحبت من هناك. لكن فجر هذا اليوم وصبيحة هذا النهار أعاد الجيش الإسرائيلي قصف هذه المناطق بعدد من القذائف المدفعية. أيضا في وسط قطاع غزة لوحظ مبكرا أن المنطقة الواقعة إلى الغرب من منطقة المغازي وتحديدا قرب شارع صلاح الدين تعرضت هي الأخرى للقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج الحدودي شرق منطقتي المغازي والبريج، ومنها أيضا أطلقت عدة قذائف صوب أقصى المناطق الشمالية و
والشمالية الغربية من مخيم النصيرات وتحديدا منطقة المغراقة ومنطقة مدينة الأسرى. أما في شمال قطاع غزة فهذه المناطق نالت أيضا نصيبا كبيرا من القصف الجوي والمدفعي خلال الساعات الماضية. تركز هذا القصف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا، كما أن قصفا طال مجموعة من المواطنين أدى لاستشهاد 3 شبان وإصابة آخرين، وكذلك أيضا المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى عدة غارات استهدفت منازل مخلاة في منطقة التفاح وبلدة بيت لاهية. إذن أود أن أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من خان يونس مراسلنا من هناك يوسف أبو كويك. تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الوسطى من قطاع غزة ولمدة 3 أيام، وكانت الحملة قد انطلقت من جنوبي القطاع، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه خلال كل جولة من الحملة تقدم الوزارة بالتعاون مع منظمات الصحة العالمية واليونيسف والأونروا والشركاء قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأنباء عن وقف كلي لإطلاق النار في غزة من أجل توفير التطعيم لشلل الأطفال غير صحيح. وأضاف مكتب نتنياهو بأن جيش الاحتلال سيسمح بدخول لقاحات شلل الأطفال عبر ممرات إنسانية، وسيتم التطعيم بمواقع محددة آمنة لساعات محددة مسبقاً. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات الإسرائيليين أغلقوا مفرق كركور جنوب مدينة حيفا مطالبين بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. جاء ذلك بالتزامن مع تجدد المظاهرات في تل أبيب المساندة لعائلات المحتجزين في غزة، والذين جددوا المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين. كما نظم عددا من المحتجين مظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو في قيسرية للمطالبة بإبرام صفقة التبادل. يوما بعد يوم تتزايد الضغوط على رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نتيجة أخطائه الفادحة وعناده المستمر ورضوخه الدائم للمعسكر المتطرف داخل الحكومة الذي يقوده كل من وزير المالية بتسل إيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن خفير. وفي ظل تعنت نتنياهو المستمر وتعمده إفشال التوصل لأي صفقة يتم بموجبها الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، تتزايد الانتقادات التي وصلت حد المطالبة بالإطاحة به ورحيله عن الحكومة بعدما بات واضحا للجميع داخل إسرائيل عدم اكترافه بمصير أولئك الذين أوشكوا على إتمام شهرهم 11 داخل قطاع غزة. عائلة هؤلاء المحتجزين صعدوا من احتجاجاتهم ضد نتنياهو وطلبوا برحيله وإبعاده عن الحكم لإنقاذ إسرائيل واستعادة ذويهم الذين اتهموه مراراً وتكراراً بالفشل في تحريرهم، متوعدين باستمرار التصعيد والتظاهر حتى يرضخ رئيس حكومة الحرب لمطالبهم. وفي مؤشر واضح على اتساع رقعة المعارضة ضد بنيامين نتنياهو، طلب رئيس الاستخبارات العسكرية السابق جميع الإسرائيليين بالتظاهر ضد ما وصفه بالوضع الفاضح، في إشارة إلى استمرار القوة الإسرائيلية في محور فيلادلفيا واتخاذ ذلك الأمر ذريعة لعدم قبول أي صفقة يتم من خلالها الإفراج عن المحتجزين. بدوره اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانشغال بما سماه المكائد السياسية دون النظر أو الاهتمام بحياة المحتجزين، مؤكدا أن نتنياهو أصبح همه الوحيد وشغله الشاغل إرضاء سموتريتش وبن خفير للحفاظ على ائتلافه الحكومي وفقط. عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس لم يختلف كثيرا عن سابقيه في انتقاد سياسات نتنياهو، حيث أكد أن الأولوية الآن هي إبرام صفقة لتبادل المحتجزين، خاصة
بعدما وصفه بالإخفاق الكبير لجيش الاحتلال في قطاع غزة. وهكذا تتسع دائرة معارضي بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، والتي توشك أن تشمل كل الاتجاهات ومختلف التوجهات. فهل تشهد الأيام القادمة تنازلاً من قبل نتنياهو عن بعض مواقفه المتشددة، ما يدفع باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين داخل القطاع؟ أم أن رئيس حكومة الحرب سيواصل عناده المعهود ويدفع الموقف نحو مزيد من الأزمة والتصعيد؟ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير طائرة مسيرة وزورقا مسيرا للحوثيين خلال الساعات الماضية، وكان الحوثيون قد أكدوا أنهم نفذوا عملية عسكرية استهدفت السفينة جورتون بخليج عدن للمرة الثانية. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين أن الشركة المالكة للسفينة انتهكت قرار حظر دخول مواني إسرائيل، لافتا إلى أن الحوثيين نجحوا في منع الملاحة الإسرائيلية بالبحر الأحمر. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بمقتل 3 أطفال وإصابة 7 آخرين جراء حريق بضواحي العاصمة الروسية موسكو. وأشار مراسلنا إلى إسقاط حوالي 14 مسيرة أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وليبستيك وضواحي موسكو. من جانبه أعلن حاكم منطقة بلغورد الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط عدة أهداف جوية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات. تتزايد الاتهامات الروسية للغرب بإطالة زمن الحرب مع دخول الجيش الأوكراني إلى المناطق الحدودية داخل روسيا، وما يؤدي إلى تلاشي فرص تحقيق السلام. في المقابل أكد حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن القانون الدولي يكفل لكييف حق الدفاع عن نفسها سواء باستخدام أسلحتها أو عن طريق الأسلحة التي يوفرها الغرب لها. تصريحات غربية مكثفة في محاولة لتعزيز دعم الأوكرانيين في عملياتهم العسكرية الأخيرة التي أصبحت تجرى داخل العمق الروسي. تبريرات مختلفة للزحف الأوكراني إلى داخل كورسك في روسيا، من بينها تصريحات يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي قال إن التوغل مشروع رغم أنه قد يثير حفيظة موسكو. واعتبر ستولتنبرغ أن مثل هذا الزحف يكفله حق كييف في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، ولا يتوقف عند الحدود الجغرافية، لكنه اعتبر أن كييف تخاطر بالتقدم إلى داخل الأراضي الروسية، ورغم ذلك فإنه نفى أن يكون الناتو على علم بأي خطط مسبقة لدى كييف قبل هذا الهجوم. تصريحات مشابهة أيضاً تزيد حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، عندما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيف بوريل أن مسألة السماح لأوكرانيا باستخدام السلاح الغربي من أجل استهداف العمق الروسي يعود لقرار كل دولة على حدة. وقال بوريل إن الاتحاد لا يخوض حرباً ضد روسيا، وإنما يسلم الأسلحة لأوكرانيا التي تستخدمها كما يملي عليها القانون الدولي. يأتي هذا بعد قرار وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بعزمهم رفع مستوى عملية تدريب القوات الأوكرانية لتشمل ما يصل إلى 75,000 جندي بنهاية العام الحالي، بعد أن وصلت إلى 60,000 حتى الآن. ولا تزال تلك التدريبات تجرى فحسب في بولندا وألمانيا، ويتردد الاتحاد في نقلها إلى الداخل الأوكراني، لا سيما أن هذه المسألة يعترضها الكثير من المخاطر الأمنية إذا تعلق الأمر بتدريب كتائب قتالية أو فرق بكاملها. ومن شأن تلك التصريحات أن تدعم الهدف المعلن الذي ذكره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن العملية تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة لمنع المزيد من الهجمات الروسية عبر الحدود.
تبريرات بحق كييف في الدفاع عن نفسها لا تجد مسوغا عند موسكو التي تصر على اتهام الغرب بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بتشجيع أوكرانيا على ضرب العمق الروسي، لا سيما أن دولا بينها بريطانيا وهولندا كانت أعلنت مؤخرا رفع بعض القيود التي كانت فرضتها سابقا على الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا بحيث يمكن استخدامها في الداخل الروسي. أمرت المحكمة العليا في البرازيل بحظر موقع إكس بشكل كامل في البلاد على خلفية الأزمة الأخيرة بين الجانبين والتي وصلت إلى طريق مسدود دون التوصل لحل. وفي وقت سابق حذرت المحكمة العليا بالبرازيل من حظر منصة إكس في حال لم يتم تعيين ممثل قانوني لها في البلاد، كما حذرت المحكمة العليا في البرازيل الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك. هذا وتحظر دول عدة منصة إكس بسبب دورها في نشر معلومات كاذبة أبرزها الصين وروسيا وكوريا الشمالية. احتجت اليابان لدى الصين بعد دخول سفينة مسح تابعة للبحرية الصينية مياه الإقليمية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن طوكيو سجلت قلقها الشديد واحتجاجها بشأن هذه الواقعة لدى مسؤول بالسفارة الصينية، وتعد هذه المرة الأولى أو الثانية على الأصح التي يتوغل فيها الجيش الصيني في أراضي اليابان وأجوائها خلال أقل من أسبوع بعد انتهاك إحدى طائرته العسكرية المجال الجوي الياباني الأسبوع الماضي. الحرب العالمية الثانية، تلك المعركة التي بدأت في الأول من سبتمبر عام 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945، شاركت فيها وتأثرت بها الغالبية العظمى من دول العالم، منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين هما قوات الحلفاء ودول المحور، كما أنها الحرب الأوسع في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلداً. وقد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي. مع بزوغ فجر يوم الأول من سبتمبر عام 1939 اجتاحت قوات ألمانيا النازية الحدود البولندية في هجوم مفاجئ لم يرى مثله من قبل، فالعالم لم يكن يلتقط أنفاسه بعد حرب عالمية أولى دمرت أوروبا قبل عقدين فقط، حتى اندلعت حرب عالمية ثانية أكثر فتكا وتدميرا. اندلاع الحرب العالمية الثانية لم يكن مجرد اشتباك عسكري، بل كان بداية لواحدة من أكثر الأزمات الإنسانية والسياسية التي عرفها التاريخ في حينها. لم تكن أصداء ذوي المدافع والدبابات في بولندا مجرد بداية لصراع إقليمي، بل كانت مقدمة لمأساة امتدت عبر القارات وابتلعت ملايين الأرواح في دوامة من العنف والدمار. في هذه الحرب الدموية تشكلت جبهتان متحاربتان، الأولى دول المحور المكونة من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية والإمبراطورية اليابانية، وذلك في محاولة لإنشاء إمبراطورية جرمانية في أوروبا وإمبراطورية رومانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. أما اليابان فقد سعت إلى توسيع نفوذها في آسيا والمحيط الهادئ من خلال غزو الصين وجنوب شرق آسيا.
على الجانب الآخر تشكل تكتل الحلفاء وعلى رأسه المملكة المتحدة في محاولة للدفاع عن إمبراطوريتها الاستعمارية أمام الغزو الألماني، كما انضم الاتحاد السوفيتي بعد الغزو الألماني لروسيا عام 1941 ولعب دورا حاسما في هزيمة ألمانيا على الجبهة الشرقية، في حين انضمت الولايات المتحدة رسميا بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر عام 1941، كما شاركت الصين في تحرير أراضيها من القوات اليابانية. ورغم هزيمة فرنسا السريعة عام 1940 واحتلالها من قبل ألمانيا، إلا أن قوات فرنسا الحرة استمرت في القتال بجانب الحلفاء. طوال 6 سنوات من القتال الوحشي شهد العالم أهوالاً غير مسبوقة من الهجمات العنيفة على المدن الآمنة، حيث أسقطت القنابل من السماء بلا تمييز، إضافة إلى المجازر التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في كل مكان. المدن التي كانت نابضة بالحياة تحولت إلى أنقاض، والناس الذين كانوا يعيشون حياتهم بسلام أجبروا على الهروب أو القتال من أجل البقاء. الحرب العالمية الثانية لم تترك أي جزء من العالم دون أن تمسه، فامتدت ألسنة اللهب من أوروبا إلى آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، مخلفة وراءها مشهدا من الدمار الشامل. ملايين العائلات تمزقت، والمجتمعات تحطمت، والثقافات تضررت. عندما يتذكر العالم الأول من سبتمبر عام 1939 فإنه لا يتذكر فقط بداية حرب عالمية، بل يتذكر الدروس المريرة منها. فالعالم المعاصر عليه أن يضع نصب عينيه الماضي حتى يجهض محاولات حالية لجر الجميع إلى هاوية حرب عالمية ثالثة. أفاد مراسلنا بأن طواقم الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن تمكنت من السيطرة على حريق نشب أثناء تصوير مخطط له مسبقاً في الموقع القريب من ساحة أوتو، والتي تستضيف حفلات نيال هوارن وتكساس الأسبوع المقبل. وأكدت طواقم الإطفاء في لندن أن الحريق بات تحت السيطرة تماماً في ساحة في الهواء الطلق في سيلفر تاون، لكنه تسبب في تدمير شاحنة واحدة وتضرر معظم السيارات، ولا توجد تقارير عن إصابات. وأشارت كذلك أنه حدث انفجاران صغيران قبل بدء الحريق. اقتصادياً، طالبت كبرى شركات النفط الأمريكية المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس بتوضيح سياستها في مجال الطاقة والمناخ. وإن كانت ستبقى على قرار بايدن أو ستبقي على قرار بايدن بتعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب هاريس بالتخطيط لحرب على الطاقة الأمريكية، وألقى باللوم عليها وعلى الرئيس جو بايدن بسبب ارتفاع تكاليف الوقود في السنوات الأخيرة. وتعهد ترامب بخفض القيود التنظيمية وإلغاء دعم الطاقة النظيفة. قالت رئيسة بنك التنمية لمجموعة بريكس ديلما روسيف أن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك. وكان الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون أعلن العام الماضي تقدم بلاده بطلب لتصبح مساهما في بنك التنمية الجديد، مضيفا أن الجزائر مرشحة لتصبح أحد المساهمين في بنك بريكس بحصة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
أعلن بنك التنمية الجديد الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا. كما وافق البنك الذي أنشأته مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في عام 2015 على قرض بقيمة 150 مليون دولار يقدم بعملة الرنبنبي المحلية في بنك أوف كوميونيكي شينز الصيني من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال. وصل النجم إيرلينغ هالاند توهجه في الدوري الإنجليزي ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب لانتصار ثمين خارج ملعبه على ويست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف. الفوز رفع رصيد سيتي إلى 9 نقاط من 3 مباريات بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ويست هام عند 3 نقاط. وسجل ثلاثية سيتي المهاجم النرويجي في الدقائق 10:33 ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في صدارة الهدافين، بينما سجل روبن دياز مدافع سيتي هدف ويست هام الوحيد بالخطأ في مرمى. هالاند لعب مباراة كبيرة بشكل لا يصدق، ليس فقط بالأهداف التي سجلها ولكن دفاعيا أيضا، وأنا سعيد للغاية من أجله. أعتقد الآن رسميا انتهت فترة ما قبل الموسم، لأن الموسم الحقيقي يبدأ بعد فترة التوقف الدولية، وعندها سنلعب مباراة كل 3 أيام وسنرى كيف سيتعافى مع هذا العدد من المباريات. وأكرر أنني سعيد جدا بالحصول على لقب واحد بالفعل، وهو الدرع الخيرية و9 نقاط في الدوري. فرض برايتون نتيجة التعادل على مضيفها أرسنال بهدف لمثله في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات في لندن. وضع كاي هافترز أصحاب الأرض في المقدمة عند الدقيقة 38 قبل أن يدرك المهاجم البرازيلي جواغو بيدرو التعادل لبرايتون في الدقيقة 58. النتيجة أبقت أرسنال وبرايتون دون هزيمة في مبارياتهما الثلاث حتى الآن. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على مدن الضفة الغربية لليوم الخامس على التوالي مع حملة تدمير واسعة. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية غربي مدينة رفح وقصف نطال مختلف المناطق في قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة مسيرة وزورقا مسيرا للحوثيين خلال الساعات الماضية. ختام هذه النشرة في أمان الله.